بيحكي مع الحكيم وثانيتهم بتبقى على نوع معين. اوكي. دونك هيدي يعني حسب وزنه. حسب وزنه حسب وزنه يعني الشخص اللي حابب يعمل هيدي العملية. حسب قد عنده امراض. عند الدكتور المختص. طيب 40 كيلو مش بفترة كمانها قصيرة. لازم او قبل طب برجع هلا قبل العملية. قبل العملية لازم يروح عند اختصاصي التغذية يبلش كمان ريجيم قبل العملية. مزبوط. قبل العملية لازم يخفف وزنه من 5-10% ضروري هيدا الشيء تيفوت على العملية بوزن اقل لانه بصير نخفف الريسك بالعملية لانه بيصغر الكبد فالجراح بصير اهين له يعمل العملية بكبد اصغر. هيدا اول شغلة. ثاني شغلة يبلش يتعود انه لازم ياكل كمية اصغر من الاكل لانه بتعرفي بعد العملية رح ياكل كتير اقل فما فيك يعني تخليه ياكل كمية كتير كبيرة وترجع تنقليه للكمية صغيرة. دونك قبل العملية بنبلش ياكل كميات صغيرة بيعمل عملية ومن بعدها ساعتها دايت ثاني. ما هن بس بيقولوا الاشخاص انه نحن ما عم نقدر ناكل كمية قليلة وقادرين ناكل كمية قليلة فينا نكمل دايت. هي على فترة صغيرة جمعتين. وبعدين بتعمل عملية. طيب عمل العملية والحمد لله نجحت العملية. من بعدها شو بيصير الستات؟ بعدها في نوع دايت اللي هو من 5 أجماع ل6 أجماع لازم يتبع تدريجيا هن مثل مراحل. بيقطع اول شيء من كل شيء مشروبات كل شيء شراب يعني اكل بيكون عم ياكله جيلو او شراب او جوز لانه بيكون معدته كثير بعدها صغيره وبعد مش قادر ياكل اكل طبيعي. بيرجع بينقل للاكل اللي بيكون اذا بدك عبيريه او كل شيء هين للاكل يعني بعدين كل شيء طري. مزبوط. بعدين الاكل الطري وبعدين تينتقل للاكل اذا بدك السوليد فود. هذا يعني تقريبا بتاخذ 5 أسابيع. هيدا اللي عم نحكي نحن هاي بيطبق هذا اللي هو بيشرب مع الاكل بيشبع بسرعه اذا شبع بسرعه بكون رح ياخذ غذاء اقل رح ياكل اقل واصلا هو معدته صغيره بكون بيصير في عنده كثير نواقص غذائيه رح ينقصه فيتامينات رح ينقصه معادن اذا شرب واكل بذات الوقت. دوك الشرب لحال والاكل لحال. اوكي. وكمان بنرجع هون شو بتعطيهم سبلمنت بدل الاكل اذا هو ما عم يتقبل الاكل؟ مزبوط. في اشخاص لازم نعطيهم سبلمنت وهيدي كمان بانواع عمليات معينه لانه في عمليات بتصغر بس المعده في عمليات بتخفف امتصاص النيوتريينت كل شيء مواد غذائيه. دونك هدول الاشخاص اذا هن بحاجه لمكملات غذائيه بنعطيهم اذا ما هن بحاجه بس بنعطيهم هدول المعلومات حتى يتبعوهم يعني الاكل لازم يكون صحي مشان ياخذوا كمان الكميه الكافيه من الفيتامينات والمعادن اللي رح تنقصهم لانه واحد بيكون عم ياكل تقريبا 3-4000 كالوري بالنهار رجع بعدين قد ايه كم كالوري يعني تقريبا كثير قليل يعني بتصير البشره 800 بعدين 1000 فتزيديهم شوي شوي وايه اكيد الكميه كثير صغيره هذا هن ما بيتقبلوها للاسف الشديد بيصير معهم عوارض بنسميها هذا دومبينج سندروم. دومبينج سندروم هي عوارض بحس الشخص عم بيعرق بيبرد مرات بيقشط الضغط وبيقشط السكري معه. ليش؟ لانه طريقه اكله ما عم بتكون كانت مظبوطه يعني عم بياكل كثير سكر وعم بياكل كثير بسرعه. اوكي. دوك هدول كمان هي الدايتيشن بتتابع معه هيدي قصه الاكل بسرعه مشكلتنا كلنا. مظبوط. خاصه هن لانه كثير خلص صارت كثير المعده صغيره دوك اقل شغله رح ياكلها اذا اكلها بسرعه رح تضلها عم بتضايقه بتعمل له ريفلوكس. اوكي. واكثر مشاكل بيصير معهم هو كمان لعي نفس واستفراغ. نعم. هيدي كثير بيواجهوها وهون كمان نحن هون تنساعدهم تنقلهم كمان كميه قليله وشو ياكلوا. واذا بدك خلاصه يعني اهم شيء ننتبه على انه ما بدنا اياهم يضعفوا عضل. لازم يضعفوا دهون. هون المهم انه الدايتيشن بتعرف شو النيدز تبعوله قد ايه هو بحاجه لبروتين. اهم شيء البروتينز ما ينقصوا يكون عم ياكل الغذاء الكامل حتى ما يضعف. بهالفتره هل هو بحاجه لسبور ولا ممنوع عليه السبور؟ لا بلا بننصح دائما بالسبور بالعكس هيدي كمان وحده من الارشادات لازم نعمل سبور وعاده المريض من اول 6 شهور بيخسر تقريبا 50% من الوزن الزايد. نعم. وبعدين للسنه بيخسر تقريبا 70% مشان هيك بقاله شي 30% هو لازم ينتبه على الدايت ويعمل رياضه يعني العمليه باللي هي منها سحر. لا اكيد مش سحر يعني في بروسيجر طويل عريض بيكون حكيم مع الدايتيشن مرات بركي اشخاص بيعوزوا بسيكولوج حتى يتبعهم ويساعدهم لانه بتعرفي الواحد كثير غير نمط عيشة.